أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لامية أجادت بها قريحة الحاج عبد الرحيم أمين الله الأدب الداعية والمرشد العام لجماعة أنصار الإسلام ومؤسس الجماعة الأدبية كما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لامية أجادت بها قريحة الحاج عبد الرحيم أمين الله الأدب الداعية والمرشد العام لجماعة أنصار الإسلام ومؤسس الجماعة الأدبية الكمالية ومدير مدارسها ومعاهدها بنيجيريا لشيخه ومربيه فضيلة شيخ الإسلام الشيخ كمال الدين الأدبي المفتي الأكبر لمدينة إيلاني وما جاورها وهاكم الأبيات. باسم إله خالق ذي النوائل وأشكره شكرا كفيض الهواتلي وزكاة تهياتي على خير رسله محمدنا محمود أصل لفضائلي أيا أدتي في العلم من كل آفة أيا قدوة الأسناد وتلاطل وذا شيخنا المكدام شيخ كمالنا مجاب الدعاء لمعهوب مفتي المسائل ولو أخلد لخلق الزمان يليك بال حياتي على إحساني والشمائل فريد بلا ثاني ينازع فضله على إصبار في الأمور النوازل وشكريك عد الترب للشيخ دائما على جهده دوما علي كوابلي ولو كان لي ألف اللسان وفوقها فوالله لو تكني استناك لوسائلي ولولا لم أدر اليمين عن الشمال لما فزت بالخيرات بين المحافل به صرت محبوبا لدى الناس كافة به أكرموني بين أهل الفضائل وقد صرت ذا صيت بصيت أبي العلا به توجوني اليوم تاج الأفاضل ومن أنا بين لقومي لولاك مرشدي ومن أنا بين لأتكياء الدلائل ومن أنا في الأخيار أهل المفاخر ومن أنا بين المكرمين البطاحل ولم أكن شيئا ولم أكن شيئا من دعاتي سواك يا أبي في الرخاء والعسر من غير كاسل
ونزعت من قلبي الضلالة بالهدى بأحكام قرآن حسام لمشاكلك أجامع تبدك تور يا مبتي الورى مدى الدهر قلبي أنك ليس بغافل لو اجتمعت إنس وجن وغيرهم فلن يبلغوا شكرا لهذه الطوائل فوالله لو أنفكت ما لي ما كفى لمولاي شكرا مستكيما لوسائلي مربي لورالي كهف المنيع لقشمشا كمال كمال الدين شيخ لفتائلي كمال كمال الدين شيخ لفتائلي بقية أهل الله في الأرض كافة مقيم على الحق سراج لأوائل وخرجتني والله من مورد الهوى ونقيت ثوبي من تخائل أباطل ألا أيها الأحباب والنسب من أنا ولولا كمال الدين مولي لأسافل مؤسس أنصار الإسلام كافة ربوني ولا نشرا لدين الفضائل ورب العلا يجزي فإذا كرامته تهاكي سحب في اندفاك لمسائل بجاي رسول العالمين محمد برحمتك ليزئماك موج لهواطل بسائر رسل الله وصاب مصطفى بقرآن خير الكتب سيف المشاكل تعالوا أيا قومي أروني بديله من العصر في العلم الجزير كوابل أيا مرعة الإسلام فخر العشائر مرب لورى مولاي نور الجحافل ونلت لواء السبك بالصبر والتقى وانتظر الأمجار خير لفطائل وذكرك دوما في جناني مخلد لخير المساعي لا تعد ونائل جهدت علي كل جهد وتوتقي جزاء من الرحمن من غير فاصل والهبتني ثوب الكرامة والرضا ونزعت عن عنق ثياب الرذائل وعلمتني أنواع علم المزين ونلت وصولا باتصالك واصل يا نبي خيراتي ومسرع بركتي ومصدر علمي وهو مرى شمائلي ومروي الصدى للعاطشين دراية ومريدي أعدي الدين مهد لعرازل وذامرتي ترمي القضاء عن جفوننا ونهجني نهج العلا من منازل سلام على شيخ المشايخ أبو الإنال متين جبال الشم أصل لفضائل هو الشيخ
هذا العلم في كل مذهب وفي كل فن تاج على بالأفاضل له طول باع في المعارف كلها وسبحان من قد خصه بالطوائل هو المصدر لأعلى أجل مكارمه محمد تاج الدين تاج المفاضل وزد رحمة للشيخ اللهم ربنا بنفحة أنوار بدون الفواصل أنا ابن أمين الله عبد الرحيم من أتى ناظم الأشعار شكرا لكافل وكلفت هذا مستهاما لمرشدي أرى الحق دينا بل على كل عاقل سلامان كالبحرين يلتكيان بل على المصطفى طه المزمل كامل على المصطفى طه المزمل كامل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وارحم وترحم على سيدنا ومولانا محمد حتى ترضى وإذا رضيت حتى كانت للأمى في علمك وزنته عددا وحتى تعلمني أسرار حكمتك وتفهمني ضوامد كلماتك وتهبطني جوامع كتابك وتفسير آياتك بحفظ إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون اللهم افتح لنا كتابك وسنة نبيك باطنا وظاهرا وارزقنا العمل بهما بذاتك المقدسة اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين
جهنم وبئس المصير. إذا وقفوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقلبن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله
من عذاب أليم.